الاساتذه والدكاتره اللي لا وطنيين ولا الجهه هنايا. باختصار الهيموفيليا هو مرض وراثي مزمن. فين كنقولوا وراثي مزمن انك يبقى معك طول الحياه ديالك. باش كنعرفوا هذا المرض كنعرفوه بان الدم ما كيتخترش بسهوله عند المريض، يعني ان جرح بسيط كيؤدي الى نزيف دموي حاد. كنميزوا ما بين جوج الاصناف ديال الهيموفيليا، كاين ايموفيليا وايموفيلي بي. بالنسبه للايموفيليا ناقص له العامل 8، بالنسبه للايموفيلي بي ناقص له العامل 9. الايموفيليا هي تقريبا هي اللي دومينو، هي اللي شاسعه. ان هذا المرض يصيب الذكور فقط لا الاناث. الذكور كيكونوا كتظهر عليهم امر الاعراض. يعني كيفاش كتظهر عليهم الاعراض؟ يعني الا تجرح كيكون هناك نزيف ما كيتسد على مستوى الختان، على مستوى مثلا خلع الاسنان او الضرس الى غير ذلك. بالنسبه للاناث كيكونوا حاملين فقط للمرض، حامل ما كتظهرش عليهم الاعراض. هذا فين كيكون عندك نزيف دموي. من قبل كنا كنديروا البلازما. البلازما هي من مشتقات الدم. من بلازما خصك دير واحد لاكونتيتي اللي هي كبيره، لان فيها لا كونسونطراسيون ديال لا كونسونطراسيون تاع الفاكتور وفي ويت ولا فاكتور نفق قليل. اذا خصك دير واحد ما نعرف شحال من فلاكون باش تيفيتي واحد 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 النزيف غادي يكون عندك. بالنسبه هناك هناك الادويه الحاليه هي ادويه مكلفه، كتبدا تقريبا ب 2000 درهم للوحده، كتمشي حتى ل 7000 درهم، كتمشي حتى ل 2 مليون درهم، 2 مليون سنتيم فقط. 2000 درهم 7000 درهم كتمشي حتى ل 20000 درهم، 20000 درهم 20000 درهم. بالنسبه الادويه كما قلنا مكلفه، هناك معاناه، في الولوج الى الادويه. فكيف يعقل بنادم يجي كيخوي الدم مثلا ينعس في السبيطار ما لقاوش الدواء، اش غادي نديروا ليه؟ واش نشوفوا فيه حتى يموت؟ هذه اشكاليه. جل المصابين بالهيموفيليا عرضه، ماشي عرضه، للاعاقه. ان 90 تقريبا 98% ولا 99% هم معاقين، لان تكرار كنقولوها ونعاود نقولها، ان تكرار ديما المفصل المفاصل كتعرض، هي اللي فيها الحركه، هي اللي كتعرض ان الدم كيتجمع فيها، وهذا التكرار كينقص من هذيك الحركيه نتاع المفصل، وبالتالي كتولد عنده الاعاقه. اذا احنا تقريبا داخلين في الاعاقه 100%، 100% داخلين في الاعاقه. بالنسبه للاكراهات، كاين اكراهات على مستوى الولوج الى العلاجات، على مستوى التمدرس، كي غادي نديروا لهذا نوصلوه نديوه ونجيبوه للمدرسه واذا كانت بعيده الى غير ذلك. ليموفيل ما خصو يلعب، ما خصو يطيح، ما خصو مجموعه المسائل. الا بغى يختن خصو الدواء عادي، يمكن يختن لا بليبار ما مختنينش عندنا، خصو الدواء عادي يبغي يختن، لانه غادي تكون يكون نزيف هناك، وشحال من وحدين ما كانوش عارفين وفقدوا الحياه بهذا اذا كان مستوى كان هناك عده اكراهات اللي كتصاحب هذه الفئه اذا باختصار الهيموفيليا الى صابتك تقريبا مشات حياتك، كيف حالا كنقولوا لا قرايه لا خدمه لا والو. دونك حنا اليوم تلاقينا في اطار يوم دراسي اجتماعي طبي لمرضى الهيموفيليا بجهه سوس ماسا. دونك المداخله ديالي كانت حول واقع علاج وتكفل بمرضى الهيموفيليا في الجهه، وشنو هما الاكراهات اللي كاينين عندنا بالنسبه لهذا المرض. دونك بالنسبه للواقع عندنا قرابه 60 مريض ديال الهيموفيليا اللي كيتوخذوا اون شارج يا اما في المستشفى الجهوي
الحيوي لحد الآن في انتظار المستشفى الجامعي ولا في القطاع الخاص بشراكة وبتعاون بين الأطباء كاملين كسوا ديال القطاع العام ولا القطاع الخاص. النقطة اللي قوية عندنا هو بأن الأطباء كلهم منخرطين في علاج وتكفل بهذا المرضى. النقطة الثانية هو بأن هاد المرضى كتكفلهم جمعية لجمعاتهم اللي حاولت بأنها توحدهم وتعاوننا كسوا بالنسبة للتواصل ولا بالنسبة للعلاج ديالهم بالنسبة للولوج ولا بالنسبة للعلاج. مي كاينين إكراهات اللي مازالين خصنا نخدموا عليها، مازالين خصنا نلقاو ليها حلول، نوتامون ما كاينش مصلحة استشفائية خاصة بأمراض الدم في الوقت الحالي في انتظار المستشفى الجامعي، وهذا يقدر يؤدي بأن بعض المرات ما كنلقاوش البليصات ديال الاستشفاء ديال هاد المرضى. ثاني حاجة صعوبة الولوج للمستشفيات بيسكو المنطقة واسعة بزاف وكبيرة بزاف، دونك الناس ما تيقدروش جميع الحالات يوصلوا عندنا في الوقت الحالي. ثالث حاجة كيكونوا بعض المرات مشاكل ديال الدواء اللي كيكون فيه انقطاع، دونك هذا يقدر يأثر على العلاج ديال هاد المرضى. رابع حاجة ومالغري لامبليكاسيون ديال الاختصاصات الأخرى في العلاج ديال هاد المرضى ما عندناش جميع الوسائل وجميع الوسائل اللوجستيكية للعلاج ديالهم في الوقت الحالي. وخامس حاجة غادي نقول هو بأن التحاليل اللي لازمة للتشخيص والتتبع هاد المرضى لحد الآن غير متوفرة، وهذا كيقدر يطرح لنا حنا صعوبات في العلاج ديالهم والتكفل ديالهم بطريقة اللي غادي تكون اوبتيمال اللي غادي تكون مزيانه. دونك مرض الهيموفيليا هو مرض وراثي كينتقل سورتو للذكور الاطفال الذكور، ويقدر يعطي في المضاعفات غادي يقدر يعطي نزيف. دونك النزيف يقدر يقص لنا المفصلات، يقدر يقص لنا العضلات، وبعض المرات يقدر يكون خطير، غادي يقص لنا الراس، يقص لنا الجهاز الهضمي ولا الجهاز التبولي عند الطفل، وهذا الشيء يقدر يدي المضاعفات اللي لا قدر الله لا يحمد عقباها. هذاك الشيء علاش التشخيص خصو يكون سريع ولا التكفل وبدايه العلاج خصها تكون سريعه باش نقدروا نتحكموا في النزيف. هذا من جهه، من جهه اخرى هو مرض مزمن، دونك هاد الوليدات وهاد المرضى خاصهم يكون عندهم علاج وتتبع اللي خصو يكون مستمر بالنسبه للمرض ديالهم وبالنسبه لتطور الحاله ديالهم. الهيموفيليا خاصكم تعرفوا بان اكثر من نص عندهم هيموفيليا حاده، دونك هيموفيليا avec le facteur 8